بعد سنوات طويلة من الغياب، يشهد شهر رمضان عودة مختلفة للدراما الكلاسيكية من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يبت من خلال فضائيات عربية ومنها قناة الجزائر تي في. هذا المسلسل مقتبس من حكايات كتاب ألف ليلة وليلة الشهير، يدور في إطار أسطوري فانتازي رائع، بحيث يحكي عن الملك شهريار الذي يقتل كل ليلة واحدة من جواريه بعد أن تفشل في إبهاره بحكاية قصة شيقة، إلى أن تأتي الملكة شهرزاد التي تروي له كل يوم قصصا رائعة تنقذ من خلالها حياتها ليلة بعد الأخرى حتى تتم معه ألف ليلة وليلة. المسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف محمد ناير عرف مشاركة أسماء عربية بارزة، بحيث كانت البطولة للممثل المصري شريف منير والمغنية والممثلة اللبنانية نيكول سبأ، بالإضافة إلى مشاركة كل من المذيع والممثل المصري أمير كرارة، نسرين طافش، قيس الشيخ نجيب، آسر ياسين. ليه ألف ليلة وليلة؟ الكتابة أولاً هي اللي خدتني. إحنا متربيين على ده، لما كنا بنشوف ألف ليلة وليلة وإحنا صغيرين، الفوازير أو أتخيل إن حاجة زي دي الناس عندها اشتياق ليها. كل واحد ممكن يتخيل حدوتة في ألف ليلة وليلة عملها، بس أنا شايف إن الحدوتة دي جديدة جداً، ما فيش حد كتبها قبل كده وعملها. وما شفنا إيه الجديد وإيه اللي موجود برة، حسينا ألف ليلة أنسب حاجة في الفترة دي. هذا المسلسل الذي استطاع أن يفرض تساؤلاً حول قدرة الدراما الكلاسيكية على العودة والمنافسة يكمن سره من خلال رواياته لأساطير الشرق القديمة وشخصياتها الخيالية مثل قمر الزمان ونجم الدين، وبعض الشخصيات الحقيقية مثل الإمبراطور كسرى، حاكم الفرس وغيرهم. هذا العمل السينمائي المقتبس من أكثر الأعمال براعة في التاريخ الأدبي يمنح للمشاهد رحلة سحرية عبر الزمان والمكان، ويعيد السحر البصري لعالم القصص الخيالية والتاريخية مثل المسلسل التركي حريم السلطان الذي حقق نجاحاً كبيراً. وهكذا أصبح للدراما العربية سنداً تاريخياً تقتبس منه مجدداً الأعمال الضخمة، ولكن كان عليهم انتظار قافلة الدراما التركية ليعيدوا الاعتبار لهذه الكلاسيكيات.